كل جسد تاني ما تقول لي مستيك داك عامل رسول في الراب بس كله مين البوح ليك بالحياة اللي بتحلم بيها انا قاعد اعيشها بس برضو ما بتجد على انه دي احنا قريشة انا بصيف في باريس فما محتاج اغيظك انت قاعد في الخرطوم يعني الخرطوم جوا كرابر عايشين عالدسات هاكم ديس عشان تعيشوا نحنا معيشان الشوارع فواقعنا بنعيشوا ماني ببليك فيقة صحة الراب انا الماسكة استيلاتكم كت حارقة وخلوني يا ناس في الهادف لو قبل دسات بخربة درس الاول درس الثاني في المطبخ باين اوش. السلام عليكم عشان احد يديني بان باين بنبدأ بيش صح باين واتس بابن اخباركم ايش مسوين عساكم بخير ان شاء الله المزاج في المليان اليوم مزاج في مليان قوي هذي. وعليكم السلام عليكم السلام لست على السريع again ما في مودريتر ف let's see أنا والنايت بوت. عليكم السلام وعليكم السلام first timers was good رايد أخبار occasion بدر الدين was popping. عليكم السلام سحب من الديسكورد yes Anyways نبدأ بايش أربع ساعات يعني مو في تراك واحد تراكين يعني إيش تقول أبو باي زي ما نعرف سودانيز رابر مغني راب سوداني أون غابر سودانيز أو سوداني عرفت عايش في فرنسا أحد الرابرز الظهورة سوى بلبلة في الساحة عرفت وهذه الطريقة الصحيحة انك تقدم نفسك This is how you introduce yourself صح ولا لا To the mass This is how you introduce yourself to the mass التراك الأول اسمه هموم والثاني اسمه ما مهمين احنا بدينا بالدرس الأول فعشان نبقي عشان نخلي نتأكد انه المزاج عالي عرفت لانه باين من الاسم من التايتل هموم عرفت والسين حاليا البلد مكهربة فبيحصل التالي راح شغل هموم ونرجع المزاج اعلى بتراك ما مهمين كل بدل ما نعمل عكس بعدين الستريم يخرب وهكذا الله يعين اليوتيوب انا قاعد اسجل عرفت فورد يوتيوب اخبارش مسوين عساكم خير ابو باي رجعنا بتراكين بعد قطع 3 شهور عرفت برو التراك هذا خلاص لا حق يختفي 3 شهور تراك للزمن الجاي عرفت 10 دقائق كذا واختفى على العموم تراك هموم إيبو باي ربع ساعة من يوم ما بدينا الستريم all good تمام تراك يبكي صراحة يا الله لا تحرق جاهزين للبكاء جاهزين للجود فايبز جاهزين للكل انت رابر نزلت تراك جديد تراكك راح ينحط في الطاولة وراح نعاين التراك حقه فهمت علي نعمل له ريفيو ينامين بس مو ريفيو حق 10 من 10 8 من 10 نا يس ريفيوينج ان جادجينج ات بعدين عرفت ابو باي بروفيشنال كونتاكت اديتد باي ابو باي اند سامي نوت ملاحظه الان ملاحظه اوكي the footage of this video were taken from social media posts that talk about the actual situation اللقطات في الفيديو هذا مأخوذة من سوشيال ميديا من بوستات السوشيال ميديا اللي تتكلم عن الوضع الحاصل من جد the actual situation الوضع الحالة من جد يعني زي ما هي فشكله بيكون كده ان شاء الله ما يكون برو فوتج عشان بس my youtube won't take it down يعني situation of السودان الحالة الحاصلة في السودان and our goal in this video
is to show what's happening in the country. هدفنا هو نوري ايش اللي صاير في البلد. Creating awareness زي ما سمعنا التراك ود المزاد شد الرحال قمرية you know حول هذا. So if you think we have violated your copyrights, or whatever, you can contact us on Instagram at ibubai or via email. إذا مقطعك الصوت أنت إذا أنت صاحب أحد اللقطات هذه وحاب إنك تدينا سترايك كلمنا أول شيء ونتفاهم. عرفت نتفاهم. ربنا يحفظ السودان وأهلها من كل شر. الله يحفظ بلادي. كلامك صحيح شكله. أوكي بداية الستريم روح دبر سماعته. ما عندي سماعة بوز يروح دبر سماعته أو بوز تروح دبر سماعته. سيب باك ريلاكس. Let's go. كلمات فيه؟ Yes. هذا عرفته. أمنتك على كل أهلي وبلادي قسم بالله أنا هو المظلوم كيف يحموني هم دي الحسادي ما عندي غيرك أشكي ليه هموم ما بيخدموني دي العبيد مصالح قسم بالله ما فيهم زول صالح أحاله كل الشرف مالي الصالح بس حريتي حاخدها مهما الظلم يدوم قل لي يا ربي لاني تعبت في امري محتار بدا استغلالي في يوم الاستقلال الضارب بي وفرضوا علي حصار كيف تحكم دولة وانت ما بتنفع تحكم دار اشتقت للمة اشتقت لحبي اشتقت للحلة وكل اصحابي الديمقراطية كالمهمية فتشوا ليها في دولابي وانا ما راضي عدد اعصابي كايس اللقمة لي ولولادي كره البوت وكره البي كذب بالدين على الناس كل لي زنبي ما قادر انوم انا من صوت الرصاص كل لي كيف اعيش ومشاهد الجوسس دي كلها في افكاري ليه تسرق حقي لعوازع ديني ولا حتى احساس كل لي زنبي الطائرة تضرب فيني وتهدم داري ربي يا ربي أمنتك على كل أهلي وبلادي قسم بالله أنا هو المظلوم كيف يحموني هم دي الحسادي ما عندي غيرك أشكي ليه هموم ما بيخدموني دي العبيد مصالح قسم بالله ما فيهم زول صالح أحاله كل الشرف مال الصالح بس حريتي حاخدها مهما الظلم يدوم يا ناري يا ناري يا يما ما تبكي يما ما تنهاري يا ناري يا ناري أنا شايف الدمع في يميني ويساري ربي يا ربي أمنتك على كل أهلي وبلادي يقسم بالله أنا هو المظلوم كيف يحموني هم دي الفسادي ما عندي غيرك اشكي ليه هموم هذا تقريبا الجو حق السين قاعد يعكسوا الحاصل. كم مرة قلت الكلام هذا انه وقت البيفات هذا السودان يعني وقت البيفات من جد وقت مشاكل اجتماعية من جد وقت هذا فهمت علي. فراب السودان يعكس الحالة الاجتماعية حرفيا
أو المزاج الاجتماعي حاليا حرفيا يعني وهكذا. يعطيك ألف عافية إبو باي كالعادة never disappoint us يعني. ما مهم خلينا نخش على طول كمان من 4 ساعات 2 نزل في نفس الوقت. إبو باي إبو باي إبو باي إبو باي يا الله طلع فيه سوري طلع فيه كوبي رايت. يلا مو مشكلة. edited by إبو باي. البيت باي ماخذ من ليجيت ديكستا الارتست ديكستا. اوكي قوتنا السودانيين الرجولة والطيبة كل الدعم للراب الهادف. كمان راب هادف كل بس ما في كلمات ليش anyways ما مهمين. إبو باي بليز رجع الفايب بليز رجع الفايب let's go. وين الكلمات؟ في الفيديو نفسه بس. صح let's go. كده كيف عالجيش دكتورة في لغة الضاطنة فيلسوف السين ديما شايل صبري وخطي بالي في ياسمين ما عندي سكين كير قاعد القلبة ضيف فازلين وبارات عمرها ما حتخلص كبري الدبا ديما شايل صبري وخطي بالي في ياسمين فيلسوف لغة الضاد. Let's go let's go. دكتورة في لغة الضاطنة فيلسوف السين ديما شايل صبري وخطي بالي في ياسمين ما عندي سكين كير قاعد القلبة ضيف فازلين وبارات عمرها ما حتخلص كبري الدباسين. انت شايد وين بلعب ضدك انت وهو ناس تبعك من الشر وانا بيني وبين اخوة خلاص ام جوين برو عندي العقل وعندي القوة وعمري ما خشيت لاني اصلا ديما جوا. هوي 16 سنة كنت شاب وراسي شاب دعيت وكنت بصلي ليه الله ما استجاب الدنيا رفضة لي بالامل خليك من تفتح باب رغية ام الصبيان ما بتعالج الاكتئاب. كنت ما بعرف في تون انا ما بعرف فرساتشي كنت بلبس بنطلون بس شان اغطي بوجع بس بترسل على الكل كني جاك سبارو تأتي الرياح زي ما تأتي انا سايق كار البيئة كانت غاصية مرابط الحنضل بقى الطعمة ما بتعالج الاكتئاب. كنت ما بعرف في تون انا ما بعرف فرساتشي كنت بلبس بنطلون بس شان اغطي بوجع بس متغسل على الكل كني جاك سبارو تأتي الرياح زي ما تأتي انا سايق كار البيئة كانت غاصية مرابط الحنضل بقى الطعمة كنت مبطش المخدة بس لو حسيت نعمة ولازم تشوف حاجة تنجح فيها فن علم كورة عشان الحجة وقت الجبنة مع النسوان تكون فخورة. الفين سؤال في راسك ما في جابة ما تستغرب قلبك ما تدايره يحيى ويحيى قال لك هاكد كهرب وانت بالمشاكل البيك رضيت وفاكر كده بتهرب كنت بتشرب عشان تنسى وهسي داير تنسى تشرب في بلادنا بس اجانب احنا وات استغرب قلبك ما تدايره يحيى ويحيى قال لك هاكد كهرب انت بالمشاكل البيك رضيت وفاكر كده بتهرب كنت بتشرب عشان تنسى وهسي داير تنسى تشرب. Let's go let's go مع النسوان تكون فخورة. الفين سؤال في راسك ما في جابة ما تستغرب قلبك ما تدايره يحيى ويحيى قال لك هاكد كهرب انت بالمشاكل البيك رضيت وفاكر كده بتهرب كنت بتشرب عشان تنسى وهسي داير تنسى تشرب في بلادنا بس اجانب احنا ما مهمين سامحني ما قدرت اساعدك يابا اصحاب الطفولة يما ما بتعملوا في دار مسنين طفلك مكتوب عليه عيش مع الغلابة ما بتتغير الاغدار مهما كان اصرارك والغنى بغويك لكن الفقر بيختارك ما بتتغير الاغدار مهما كان اصرارك والغنى بغويك لكن الفقر بيختارك لا سياسي لا متحزب بس مظلوم يا ناس داير اشرب في مويه نلبس كلها دموم يا ناس داير اعيش في بلادي بس محروم يا ناس وين الفايده في الحروب وليه بتدوم يا ناس الدين هو الدين بس رافضين فكر بلادين وحتى العلماني مش كافر انتوا فاكرين انا رهائن راسي مغطى بشال الدين فما بتحجل مين ولو داير السلفية امشي نقي بالمعادن شفت القتل شفت الظلمة شفت العزلة والتهجير قادو في كيبس كان الحل في كل فجوة خد تكبير وانا حاكمني الله فتص في احكامك اعتبرني من الكفار لو يا هدى اسلامك عبيد عاملين افارقة وعبيد عاملين عرب من حرمة محتاج يثبت اصله مهما كان السبب انتو كوش انتو نبتة انتو مروي يا ناس اصحوا تمثال العنصرية ده لازم نكسر انفه الجند خارجية بس اخوك هو المقتول مدام تعبد القروش برسل لك جنيه رسول ما تتدخل في بلادنا واحسن لك لو قديت روحنا كانت رياضيه وهسه عندها اوفر ويت انا قادر لي حروبي
وات 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 تصحوا تمثال العنصرية ده لازم نكسر أنفه. الجندة خارجية بس أخوك هو المقتول. مدام تعبد مدام تعبد القروش برسل لك جنيه رسول. Think about it. Think about it. مهما كان السبب انتو كوش انتو نبتة انتو مروي يا ناس اصحوا. تمثال العنصرية ده لازم نكسر انفو. الجند خارجية بس اخوك هو المقتول. مدام تعبد القروش برسل لك جنيه رسول. ما تتدخل في بلادنا واحسن لك لو قديت. روحنا كانت رياضية وهسه عندها اوفر ويت. انا قادر لي حروبي انت ركز في حروبك. كلامك عن ذنوبي قول زايد لك ذنوبك. يروح يوم حتبرى ما محتاج اشوف ندوبك. حتى كلامك عن عيوبي ما بنقص من عيوب. في بلادنا بس اجانب احنا ما سامحني ما قدرت اساعدك يابا. اصحاب الطفوله يما ما بتعملوا في دار مسنين. طفلك مكتوب عليه عيش مع الغلابه. ما بتتغير الاغدار مهما كان صارك. والغنى بغويك لكن الفقر بيختارك. ما بتتغير الاغدار مهما كان صارك. والغنى بغويك لكن الفقر بيختارك. دوشكا في الخرطوم ورود اللمليات هابطة. تتغير الفروع كل يوم بس الجزور سابطة. الشافع ميت من الخوف ولسه بس الأم حاير. كله بدافع عن الحق بس زي هاري ماجواير. يا وطن ححميك يا وطن حنعزك. بدمانا نفديك احصار كله بدافع عن الحق بس زي هاري ماجواير. لحد رجل اللعب هذا يعني أوه شيت. واحد قادر يدافع الحق لأنه ما قادر يمسك فيه أول حاجة صح؟ شبه الناس اللي يدوروا بيدافع الحق زي هاري ماجواير. وات 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 سابت الشافع ميت من الخوف ولسه بس الأم حاير. كله بدافع عن الحق بس زي هاري ماجواير. يا وطن ححميك يا وطن حنعزك. بدمانا نفديك احصار كاترينا ما هيهزك. شمسك في يوم حتشرك والخاين ما بيستحملها. ما محتاج رخصة غيادة عشان تسوق الناس بالخلق. شيل اجسادنا هاي وارميها في زنازين. بس عقولنا ما بتتخدر حتى لو تسوق الناس بالخلق. اللي هو زي تفقش عليهم زي تفقش عليهم تقريبا عرفت. او يا الله انت داير تسوق بين الخلا. انا فاهم بس ما قادر اطلع مثال. فاللي في الشات لو يقدر يطلع مثال للسواقه في الخلا او اليوتيوب كومنتس واحد من الشباب. بس عقوله ما بتتخدر. ويت 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 ويت. ما محتاج رخصه القياده عشان تسوق الناس بالخلا. ينامين شمسك في يوم حتشرك والخاين ما بيستحملها. ما محتاج رخصة غيادة عشان تسوق الناس بالخلق. شيل اجسادنا هاي وارميها في زنازين. بس عقولنا ما بتتخدر حتى لو بالزلازين. حنعيش في بلادنا عزاز ونحرر ارض النيلين. وحيرفرف صدر الجديان وفوق رؤوس انتهازين. في بلادنا بس اجانب احنا ما مهمين. سامحني ما قدرت اساعدك يابا. اصحاب الطفولة يما ما بتعملوا في دار مسنين. طفلك مكتوب عليه عيش مع الغلابة. ما بتتغير الاغدار مهما كان صارك. والغنى بغويك لكن الفقر بيختارك. ما بتتغير الاغدار مهما كان صارك. والغنى بغويك لكن الفقر بيختارك. بلدنا بس اجانب احنا ما مهمين. ما مهمين احنا ما مهمين. بلدنا بس اجانب احنا ما مهمين. انا مين ما قدرت اساعدك يا اي 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 مامين مامين ابو باي رجع تو بانجرز عرفت. مو واحد تو بانجرز تو بانجرز. فانتاسموغوريا ليتس جو اول ذا واي اول ذا واي اول ذا واي اول ذا واي. نايس 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 نايس. احسن شيء سويته في الرياكشن اني بديت بالتراك هذاك عرفت. أنا متأكد 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 لو بديت بهذا فهمت علي هذا بينز هذا فهمت علي بينزل تحت يعني الحماس. لكن إيش حفظ الله السودان وإن شاء الله يرجع زي ما قلنا من زمان أحسن من أول. ورونا شراكوا في التراكين. وكالعادة إذا عجبك المحتوى تبع قناتي وحاب إنك تدعمني لا تنسى تسوي اللايك تشترك في القناة تفعل زر الجرس. شو اسم لاف. وكان معكم مودرة أوت.